ارحمنا يا عم شكشك، ارحمني دي 10 بالونه. اصل الدبوس ده غالي عندي قوي من ريحه ستك الله يرحمها. الله يرحمها كانت ريحتها من التنس. وايه اللي خليك اصلا تشيل دبوس ست لغايه دلوقتي؟ اشيل دبوس ستك عشان يا عم ما تكفرنيش ما تكفرنيش، ده انا بعمل معاك خير. انفخ 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 يا اسود. شكرا. انفخ. في ايه بس عم شكشك مالك؟ وانت بتنفخ كده سبحان الله الخالق الناطق جدك الله يرحمه. الله يرحمه. كان صاحبه شديد بس كان عليه نفخه يالا. مره نفخ البالونه نفخه واديها لستك، ستك مسكت البالونه خليتها وطارت. ايه؟ طارت ليه؟ ما جدك كان بيطلع هيليوم من بقه. هيليوم؟ ومن هنا اكتشفوا الهيليوم في العالم.